مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، صح فطوركم، مرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج حنا في رمضان، تشوفوه كل مساء على شاشتي الشروق العامه وشروق نيوز. راكم ولفتونا وتعرفوا باللي البرنامج هذا يعنى بكل ما تعرضه شاشات رمضان من اعمال دراميه وكوميديه، سواء هنا في الجزائر ولا في العالم العربي. معايا في برنامج حنا في رمضان كالعاده الزميل الصحفي فيصل ميطاوي. فيصل، صح فطورك، مرحبا بك. صح فطورك والاخوان المجتمع. مرحبا بالزميله نبيله الزايق. نبيله، صح فطورك. السلامه، مرحبا بك. والى جانبك الشكل الجديد، نيو لوك، هابي سبرينغ تايم. رانا 21 صح فطورك فريده، صح فطورك باردون، 21 مارس اول يوم من الربيع. فصل الربيع، دونك نحتفلوا بالربيع. انا باكي محتفله خصيصا. وي اي مرحبا، دوك نهضروا عليها هذه بالتفصيل. ومعنا ايضا امينه ويسان ثاني بالورود. مسكينه سيفت عليها مع بتيتا. صح فطوركم مشاهدينا الكرام، وصح فطور كاع زملائي، وراني محتفله مع فريده اليوم. شفت كي اختك الصغيره تسيف عليها تلبس كيمانكا؟ لا لا، بصدرتها عن قناعه، عن قناعه. مرحبا بزميلنا جمال نادير، صح فطورك جمال. صح فطورك قاعده، صح فطورك المشاهدي قناه شو. وبما اننا نحتفلوا بقدوم فصل الربيع، جبنا ورده من وردات الشاشه. يا سلام يا سلام، ما احلى الدخول في الربيع مع هذه الضيفه اللي نحكيوا اليوم على دورها الاخير في مسلسل دموع الاوليه، مسلسل راهو يدير بزاف مشاهدات، ناس تتعاطف مع مليكة التي تؤدي دورها ضيفتنا هذا المساء، بعد سلسلة من الأدوار التي تنوعت بين الكوميديا والدراما أيضا والغناء اللي هو كانت بدأت مسيرتها الفنية به. فهذا المساء معنا مليكة في دموع الأولية، معنا الممثلة والفنانة نوميديا للزهور. نوميديا، صح رمضانك. صح رمضانك قاده، صح فطورك، صح فطوركم. سان بليزير ديت باغمي فو سو سوا. مرحبا بك معنا هذا المساء. شكرا. صح رمضان لكل المشاهدين. انا في شروق نيوز سو سوا. يعطيك الصحه. شروق نيوز، شروق تي في. انا في لي دو قناتين بث مشترك. الله يبارك. مرحبا بك. الله يسلمك. طيب نحكي نوميديا هذا المساء، نركزوا بزاف على مسلسل دموع الاوليه، المسلسل اللي راهو داير ضجه، يعرض على قناه سميره تي في. وهذا المسلسل فيه مجموعه من الاسماء الى جانب نوميديا الزول، كاين حسن كشاج، فيزياء توغورتي، سمير الحكيم، بزاف اسماء، اخراج نجيب والبصير. فعن هذا العمل راح يكون محور نقاشنا الليله، زياده على المسيره الفنيه لنوميديا ومشاريعها، واكيد راح تتعرفوا على اخبارها حصريا الليله في البرنامج. نبداو فقرتنا نوميديا بواحد الفقره يديرها معنا زميل، واحد جوز سموه سكتش زابينغ، يلخص لنا كاع الاحداث في المسلسلات، ومن بعد نعاودوا نرجعوا للبرنامج نشوفوا سكتش زابينغ. مساء الخير عليكم، مساء فطوركم ليكم تاعنا في رمضان، وانتم ثاني مشاهدينا الكرام، يعني البارح كنتوا تهضروا على معنى السعاده، وكامل انا سعاده لي هذو اليومات، كيصيبك شغلطه فيك الشيري وطيح عليها، وقيل لازم عليا نثبت اموري. المهم يعني دوكا نروحوا للزابينغ تاعنا واللي راح نبداوها ب 11 11، واللي الحمد لله يا ربي ماشي غير انا اللي ماني فاهم والو، حتى لي بيرسوناج داخل الفيلم هما مش فاهمين. تقدري تفهميني مليح في لي ديتاي تاع هاد اللعبه؟ بياتو ديجا ليبيزود تاع البارح ما على باليش اسكو راني وحدي ولا توما ثاني، مي غير بدات حسيت بلي راني ملوبي حلقه. هذا واش بيه بيقتلنا؟ لا يخطيك مالك. من بعد باش فهمت بلي فلاش باك. عمو معليش ندي اختي ملك. مي بو يعني الواحد ما يكذبش، ما كانش سيري راه بردت لي قلبي هذا رمضان كيما 11 11 سيرتو بدماغ الاسطوري تاع البارح تاع هين. قالك حسب دراسه علميه لقاو هي وجع اكثر من دماغ تاع زيدان مع ماتي رازيف كوب دي مون تاع 2006. وبارو على العنف والضرب والقتيله وكامل، يعني العام اللي فات كان كاين فيكتيم واحد اون فات زوج، يعني مالك وليد ليلى بورصالي. اما هذا العام يعني في 11 11 القتيله راهي الفرق، قالك اللي ما يقتلش ماشي راجل. لا حنروح لابوليس ونقول لهم شكون اللي قتل حنان. انت ما عادش ما عليهم يقتلوا. قدم تسنتي نقتلوا. وذلك يعني وهذه التاليه ما بين العام اللي فات وهذا العام تقلبوا بزاف لي رول، يعني جميع واحد كان دعاوي شر ولا بوليسي والعكس. كيما حبيبنا يعني اللي في العوام اللي فاتوا كان يظل في الحبس تاع السجنه تاع بنت البلاد، هذا العام ولا بوليسي. حبس كيما عرضك شرطه
ديجا ولا غير سيريو مع البالش اسكو غير انا اللي روماركيتها بصح بنا ولا يدير كلش يجري مورسيه دابا يعاود يولي يدير اون كاتر اكثر من بابوش اللي كان يدير التوش كورنر سي مترو كاع شوبينا خاين المدينه ثاني صافا شوبينا خاين المدينه اللي كان دعوي الشروي يضل في الحبس هذا العام الثاني ولا بوليسي توعرتهم دوك نهضروا واحد بنا يعني اللي كان الناس ملاح في الضمه العام اللي فات هذا العام ولا يما هما تحبوش قمت لبسه وسرق لبسه من لبسه تاع 11 ما تقوليش انت واش راوي يدور في راسي حيدك ماشي واش راوي يدور في راسك واش راك تشوف وما بيت حكينا على البراني يعني قال لك عثمان بن داود بان ثلاث خطرات في البراني خمسه فيهم كامل بالسيجار وكان واحد الحاجة صارت في البراني أنت عمر وزش راني نستنى في نذير يديرها لي هذه تصار على بالي أنا ما نحبش تصار ما راك هارب في مخك زمان رفد عليك ما راك أنت تجي تصر خويا نذير ولا غنشتيك وشنو راك جريت علينا أنا ويسمو لينا نلبسوا الخضر كيف اش قال خويا اللاز شحال تحبوا تجيدوا عليها وبالو على البطحة يعني أكد لي على التليفون الغوص تاع حبيبة فكرني في هذوك التليفونات اللي جويتها أي أي عطيني مين أسكاش صونج مي راك جوز في الشروق 58 ولاية تشوف فيك ترسم ايه معليش هاي الصباح بخير وخويا الله يعني اسمح لي كي قلت لك حتى عاود الناس ولا في سيزون 2 هذا العام ولات فيها مرسيدس كما يقول لك محمد الرغيث تما غير صدم ودوكا قبل ما نروح يعني اكدوا لي على الغيبوبه تاع ياسين في 11 قال لك قالوا يومين ويباطي تاع ملكة بالبي في موعد مع القدر ياسين نوض عييت فريمون عييت هذا هو سكتش زابينغ اللي نشوفوه كل مساء او شويه ينتقد بشده سكتش شويه يستحفظ على الناس اللي راهم يخدموا اعمال فنيه معليش دائما نعاود نقول لكم مرحبا بكم في احنا في رمضان ونرحبوا بضيفتنا هذا المساء الفنانه نوميديا الزون نوميديا مرحبا بكم مجددا شكرا نبداو نهضروا على مسلسل دموع الاوليه نجيب البصير بعد ما نعطوا للمشاهدين بعض المشاهد من هذا العمل طبعا عندك دور البطولة ومشاهد قوية جدا دور البطولة مشتركة مشتركة اي مانيش بطلة بطولة ضمن بطولة جماعية جماعية هذه هي فنشوفوا بعض المشاهد من مسلسل دموع الأولية ونرجع إلى ضيفتنا نوميديا الزول هذا بعض المشاهد من مسلسل دموع الأولية مازال عندنا مشاهد أخرى نحكيوا عليها أنا بالك لاحظتوا معايا زملائي أنه نوميديا شوية كان ملاحظتين حفظ النص حفظا صما جما والزوجة تأثرت بالمشهد الثاني اللي فيه صفقة البيع أنه الأب يتخلى عن البنت أو يبيعها في صفقة كان يفاوض فيها حتى آخر لحظة 10 ملايين 20 مليون وغيرها طيب نبدأ من البداية نوميديا الزول لما جاك دور مليكة واش هي أول حاجة خممت فيها أول حاجة خممت فيها ما خممت خفت قلت ما نقدرش وقلت هل نجيب أول بسير قلت له نجيب بلك ما رانيش مديرو لهذا الغول بزاف عليا ولكن كوم دابيتود مسيو عامر بهلول اللي نحييه منا المنتج مسيو عامر بهلول المنتج لاشين تاني سميرة تي في ومام هو نجيب اول بصير كان عندنا 3 موا كان عندنا 3 موا وحنا نبريباريو يعني بريباريت التكست اشاك فوا نروح ليه كان لازم عليا نشيان شويه جافي بوكو دو سبور كان لازم عليا ندخل في ان ريجيم هكذا ونكونسونتري يعني ما نروح لي مني منا بوندون 3 موا وهكذاك وكان يجيني هذاك القلق نقول بالك ما نقدرش يقول لي لا نوميديا تو ا بوكو ديموسيون لكن لازم يفو جوست اون بون ديريكسيون باسكو سي لا بروميير فوا اللي ندير دراما وفي رمضان تما الناس كاع راح تشوف علاش خفتي خفت لي خفت ما عنديش سي فري كو اون بيرسون كي ا كونفيونس اون موا في خدمتي يعني في لا ميوزيك في لا ميوزيك على بالي بلي راح تمشي في الحاجه تاعي هكا بصح باش نخرج للدراما في لا كوميدي دي شويه سهله يعني تضحك الناس روح مريحه لكن شفناك في بلاطو تيلي قبل في لي زاني دافون كنت حابه يعني دور في الدراما بيان سور كنت حابه هذه هي اول فرصه ليا بس اول فرصه تاعي اللي درت فيها دراما جامي عطوني حقي باش ندير دراما ولا وكان كنت نحس كنت حابه ندير جو ديزي جو بو لو فير ولكن كان لازم عليا نلحق لهذا لاج تاعي
ونجوز على كاع واش تجوزت باش نقدر ندير هذا الغول. لو كان جاني ان بو بلوتو بالك ما كنتش قادره ما كنتش قادره ندير. يعني ممكن معليش راح نقصر الحوار على مازال نوميديا عندنا ساعتين. معناتها كل واحد راح يدي حصه تاعه من الاسئله. خلونا نطرح زوج اسئله ومع سا سي دو بون جورناليست. فاول ما جاك الدور تخوفتي ربما من صعوبه الدور، بالك شفتي باللي عندك منتج يعرف الخدمة تاعه اللي هو عامر بهلول، نجيب أول بصير تاني كمخرج اسم سورتو عامر بهلول يعرفني أنا أبيكم. عامر بهلول هو اللي هو اللي قنعك أكثر. هو لا به اللي بديت البداية المسيرة الفنية تاعي ماما بتيت كارير من 2012. هو اللي خيرني في ألحان وشباب تاع ديكوفير. يعني سلوي كيما ديكوفير وهو اللي قال لي ميديا تقدري لها. قلت له بصح عامر. قال لي تقدري لها. فدوكا سي لو بون مومون اي سي الميور مومون سي الميور تايمينغ باش ديري فيه دراما. يعني انا ما كنت خايفه بصح درتها. بصح كانوا معايا بزاف ناس، يعني كان معايا المنتج، كانوا واقفين معايا كاع ليكيب، كانوا نجيب اول بصير لي تكنيسيان، يعني حتى لي كادغور لا بوينتوز زولا كاع شغل. اشاك فوا جو دي اسكو سي بيان واش راني ندير اسكو سي با بيان شغل. قولوا لي ديريجيوني باسكو على بالي بلي جي بوكو ديموسيون او موا. بصح الفو ديريجي. وماليكه ماليكه كلها 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 احاسيس. بنت صغيره بريئه مثل لها يماها في عمرها 13 سنه، يعني ما تعرفش بزاف الانوثه وما تعرفش كيفاش تكون ما تعرفش الدنيا نيه. عندها غير الاب تاعها كان اللي تي انا كرو جو كومون دي باللهجه تاعنا قمارجي. وما كانش عندها واش راح دير، تشوف بلي راهي يبيع في الدنيا بلي باباها راهو في طريق ماشي مليحه، ولكن عندها غير هو. وكان ولازم رضايه الوالدين واش يقول الوالد. مام يكون الوالد ماشي مليح بصح لازم تقول ايه. تما ما كانش على بالها ال سو فوزي موني باغ لا في par le temps, par les événements, تقول ايه وخلاص. دايوغ لو كان تشوفوا لو روغار تاعها، هلا ان روغار بيردو. شغل سي اون بتيت في، سي اون في اللي كبرت تروماتيزي. ما تعرفش تهضر بزاف، ما تعرفش حتى جا عندها وليدها، حتى ولات بالحمل باش ولات تاخذ دي ديسيزيون. ما تهضرش، ال اجي. ماليكا، ال اجي سولون لي زيفينمون، ال اجي سولون لي سيتواسيون. مالغري لانستان ماتيرنيل، مالغري لا سوسيتي واش تقدر الاب تاعها والفقر اللي كانت عايشه فيه، بصح كانت لازم عليها انها تاخذ لي ديسيزيون باش تقدر تحمي ولدها. شفتي متاثره الميديا بالشخصيه على ما يبدو، خرجتي من شخصيه ماليكا؟ ما شكيتش تخرج مني ابدا. ماليكا في كل مرا فينا كاين ماليكا. مازالت حاضره ماليكا معاها؟ في كل مرا فينا ماليكا نضجتني. ماليكا بور موا ايتي اون ثيرابي. يعني بماليكا قدرت نخرج اوجاع تاعي واوجاع تاع بزاف نساشتهم في حياتي. سي بور سا رغم انه من الحاجات المليحه في هذا العمل انكم كملتوا التصوير قبل شهر رمضان، معناتها بالك ما زلتي مندمجه مع هذه الشخصيه، بالك لانه اصلا هذه الشخصيه فيها كثير من الاشياء التي تشبه كثير من النساء. انا شفت لك واحد الفيديو قلتي هذا المسلسل ماشي غير تاع ماليكا، ماشي غير تاع ماليكا، كاين بزاف عزيزه، كاين بزاف ورده. عزيزه خانها راجلها وقالت له اليوم، قالت له واش وعلاش رحت لهذيك المراه انا علاش؟ فيروز مريضه وما تقدرش تجيب دراري، ما تدنيش. ورده راجلها ما سمحش فيها، دوك اللي لحقوا للرجال. ورده اون فام كي ايتي باتشو، يعني ضربها بزاف راجلها، وحتى هي ولات فيها انفصام الشخصيه، ما تعرفش واش دير من الضرب ومن لا سوسيتي ومن راجلها. وكاينه ماليكه ثاني مسكينه اللي باباها سي لوي كي لا ميز او زونشير. يعني كيفاش تقدر حتى ولو كي تزوجت مع جاكوار، حتى ولو كان معيشها خير من باباها ومدلها هذيك الامان، ما تقدرش تامن، ما تقدرش. باباها اللي جابها للدنيا وباعها. حتى ولو زعما تجوز هذيك لا سيتواسيون تاع الحمد لله راني مليحه وبالك تقدر تحسن الاوضاع. وشفتوا احنا الانسان بكري الصح تاعنا هو ان المراه تجيب دراري. سيتي لو بوت كي تتزوج المراه باش تجيب دراري. شوف دونك كانت عندها هذيك نوعا ما تاع كيفاش ما نجيبش دراري، علاش ما قال لي ما نجيبيش دراري. الوغ كو لو بوت دو سو مارياج سي لي زونفون، سي ان مارياج ارونجي. دون تو لي كا ماليكه كانت تحب مختار وكانت كانت مخطوبه لمختار، تما ال سي ميز دون سيت سيتواسيون ما عندها ما دير.
ما تشوفيش انه بدي المسلسل في محاسبه للرجل؟ لا وانت صار للمراه ومحاسبه للرجل؟ لا لا باسكو او كونترير بين له باللي الرجل يوقف هاوليك جاكوار حتى ولو واعر واعر ولا مافيا وقادر على روحه برا ويدخل للحبس ويعاود يخرج لكن جامي رفد يدو على مراه وجامي وما ضربش مليكه وما ضربش عزيزه وكان كل طول يوم يروح يشاور يماه صح كل يوم يروح يشاور يماه قبل ما يدير اي شيء زين ايضا مهما كاع واش مر على مدام فيروز باسكو نسميها مدام على فيروز بصح ما تخلاش عليها وما خلاهاش يعني شوفوا بلي المراه كيما يقدر يغدر بها الرجل كيما يقدر هو اللي يوقفها صح نبيلة عندك نعم. سؤال تفضلي انا سؤالي دوكا كي تقعدي وتشوفي في المسلسل عن ماذا تنازلت نوميديا حتى تقمصت دور مليكة بوندون هاد لي 3 موا واش اللي تنازلتي عليه كنوميديا باش وصلتي لشخصية مليكة اللي رانا نشوفوها تنازلت على كل شيء تنازلت على كل شيء وريت لهم شويه الذات واش كاين الداخل وباش توري هاد الشيء ديجا نحيت المكياج سي ديفيسيل بوغ اون فام سورتو بوغ ما بيرسوناليتي هو المسلسل في مرحله تاع التسعينيات ايه في زمن التسعينيات ايوا هذه هي دونك سيتي ديفيسيل تخليت على لا بيرسوناليتي تاعي باسكو علاش في 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 واي نوت سيتي ان رول انيماتريس جو نانانا في لا كوميدي ثاني سي ان رول في لا فاسون دات في الكليب تاعي في لا شونسون سي ان رول دو باور وومن اللي تتقمص اللي كذا لا هنا راح نوري واش كاين صح يعني نحي كل شيء نحي لو ماسك ونمد واش كاين الداخل تما مليكة كانت فيك من قبل الدور ولا عاودتي استرجعتيها بهذا الدور كانت فيا نعم كانت فيا قبل الدور وعاود استرجعتها يعني وكان ولحقت حتى تصالحت مع مليكة اللي كاين بداخلي لي سي بور سا لي دوكا هكا جون بارل ليبرومون مليكة هي اون فام بلان بلان ديموسيون لي لا علاش سموه دموع الوليه المراه مهما تكون قويه لاغم تاعها السلاح تاعها هو لي لاغم شفيت على جده كانت جدي مجاهد دخلوه للحبس فرنسا وكانت تدي وكانت تحكي لنا تدي له القفه وتروح وتحجن ودير حالها بصح تبكي تخرج وتبدا تذكر وتغني ولا تفرح تبكي فهمتوا وسييت نجبد هذوك لي زيموسيون باسكو سي تري تري ديفيسيل بور ان اكتور دو بلوري جو سي با الا متلتو ديجا ولا لا لا لكن بور بلوري بور ان اكتور سي تري ديفيسيل علاه لانهم ينساو كيف درتي باش بكيتي من اني جاياتك شغل على بالك واش معناتها امينه قادر نفهمكم باش تكون هكا في وسط يقول لك نوميديا هنا لازم تبكي هنا لازم ومن بعد ندخل في هذاك الدور ندخل في ليموسيون كاع بصح ينساو بلي عندي 45 واحد هنا قدامي واحد دي فيلمي واحد دي جوز تشيبا جيب الماكله هذاك راه جاي كوبي راه يأذن استنى تاكسي ومن بعد نوميديا مليكة نوميديا بكي من فضلك هاني نبكي كوبي نوميديا سيلتو بلي الاضاءه ماهيش مليحه نقدروا نعاودوا بصح بنفس ليموسيون من فضلك بصح كيفاش ندير هذا هو تري ديفيسيل يعني كيفاه نوميديا تنازلت ووصلت وقدرت تحبط هذوك الدموع ما على باليش غيرت جلدها كاع نعم غيرت انا نشوف بلي كانك سلختي يعني فيزيائيا وجسديا من شخصيتك الحقيقيه ولبستي شخصيه والان راكي تقولي بلي هذه هي الشخصيه الحقيقيه نتاعي لا ماهيش هذه شويه من الشخصيه الحقيقيه نتاعي يعني في كل مراه فيها خطرات غدرت خطرات وجعت خطرات حقرت خطرات بكيت حتى وين غير ربي اللي يسمعها كل مرأة في أنا بوغ موا عندها بعض من شخصية مليكة وأنا كان فيها شوية بزاف وكان لي الشرف أني مثلت هذا الدور وقدرت نخرجه لأن كي تهدر وكي تبكي وكي تبين ترتاح صح والدموع ترتاح. ليست فقط لا الدموع دموع ضعف هي احيانا دموع تاع قوه كان دموع قوه دموع فرح يعبر الدموع سي اناتو للممثل الممثل اللي يبكي بسهوله
c'est un atout. يعني c'est quelque chose de bien et de plus pour lui. Parce que là, les gens, tu regardes les techniciens, ils galèrent toujours à mettre du cyrillique. Mais bêche, à chaque fois, tu peux couper, refaire, habite émotion, qui m'a dit Najib ou le psir. Il dit qu'il y a une humide, habite émotion, qui m'a dit qu'il y a une humide, il 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 dit qu'il y a une parce que là, des fois, les gens sont trop fidèles, ils ont dit qu'il y a une humide, ils ont dit qu'il y a une humide, ils ont dit qu'il y a une humide, et c'est très, très difficile. D'ailleurs, la vue تاعي نقصت tellement كان عليا لازم نبكي. طيب مازال نوميديا مازال مازال معايا مي صغيره اشعار خلي نروح مول الاشعار مول الاشعار الاشعار اهم صح روحي قولي يا فريد خاطرش اليوم كي راهي تهضر على الامومه تهضر على المراه تهضر على على النساء اللي ما يقدروش يجيبوا دراري ونساء اللي ما عندهمش دراري ونساء اللي عندهم بزاف دراري اليوم في بعض البلدان في المشرق العربي عيد الام دونك من اي جو سي كو من ميديات حبي معها وكلنا نحبوا الامهات تاعنا ربي يطول في عمر الامهات اللي مازالهم معنا وربي يرحم الامهات اللي فقدناهم في بعض البلدان عيد الام اليوم عندنا وقفه خاصه بالامهات شفتي عليها قلت لك خليها مول الاشعار لا هذوك تفاصيل باش نعطيكم هذوك هايلين هايلين انتم راحوا الى فاصل قصير نعاودوا نرجعوا الى برنامج حنا في رمضان ابقوا معنا مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء برنامج حنا في رمضان ضيفتنا هذا المساء الممثله والفنانه نوميديا الزول باش تحكي لنا على مسيرتها الفنية وتحديدا على دورها الأخير في مسلسل دموع لولية إخراج نجيب أولبصير نبدأ مباشرة نوميديا مرحبا بك مجددا ونبدأ بسؤال جمال نادير كان عندك سؤال تفضل مرحبا بها لأنه دائما يخلوني أنا الأخر أنا راح بضيف مرحبا بك مسك الختام مسك الختام مسك الختام أولا نحييك على المقدمة وعلى الوصف اللي قدمتيه على الشخصية تاعك مالكة لأنه على ما أظن إحنا لو اجتمعنا وحكينا وألفنا ما نقدروش نمدوا وصف كما اللي قدمتيه وهذا دليل أنك راكي فاهمة الشخصية تاعك من كل الجوانب وحتى وانك تفاعلتي وتكلمتي على كل الامور هذا دليل انك حتى المشاعر تاع الشخصيه تاع مالكه راكي فهمتها. لو لاحظتي هل تتفقي انه في السنوات الاخيره في الاعمال الفنيه الجزائريه رانا نلاحظوا انه المراه لما العنصر النسوي لما يعطوا لها دور متقدم ودور بطوله في الاعمال الفنيه تحس انها دائما عندها فرض في كتافها وكانها راح تمثل كل النساء او فئه كبيره من النساء عكس الرجال. معليش نتهجم ولا ننتقد في الرجال لكن لو لاحظت الرجال كيعطوا له دور بطوله اللي حاجه متعودين عليها الدور تاعو يلعبو سبونطانيمو يعني فيه بزاف ادوار بطوله لكن ادوار بطوله نسويه ناقصه طبعا تاف كنا تكلمنا في هذا الموضوع حسينا انك انت يا راكي مقتنع انه عندك فرض في كتافك وكانك راح تمثلي فئه كبيره من النساء من النساء وقلتي باللي كل النساء قلتي جمله عجبتني كل النساء عندهم مالكه في دخلهم كيفاش تعاملتي مع هذا الوضع بالذات ما فهمتش لاكيستيون لا كيستيون كيفاش تعاملتي مع الوضع انك عندك ان فرض في كتافك انك راح تمثلي بوكو دو فام الجيريان كانت لا فيريتي كانوا اون تري تري بون ايكيب ديغيغ ما كنتش وحدي انا ما نكتبش عليك انا كي عامر بهلول نجيب اول بصير لا برود غوستو كاع شغل داروا اون فامي انا شغل باغ اكزومبل لحقنا حتى وين شغل لو كادغور يدخل روحو لا ميديا شوفي هكا ديري هكا شغل تدخلوا كاع مع بعضنا فهمت نروح ليه نسقسي باسكو جو ني سي نوفو تروك بور موا وما عنديش انا هذيك تاع نعرف وكذا انا نتعلم كل يوم دوكا كي نشوف روحي نقول اه هي ناقصت لي هذه لازم نزيد هذه باين بلي كان نزيد نعاود ندير دور واحد اخر راح نتحسن اونكور بلوس نقدر يكون عندي سيناريو نتبع السيناريو نقدر نزيد من عندي شاني نتعلم بزاف فوالا علمني ثاني حسن كشاشي تان اكتور تري تري جينيرو يعلمك يقول لك كيسكيل فو اي تو فيزياتو غورتيه لي انكرويابل دادا اللي هي لينا لاريني خلاو لك ليسباس لامبروفيزاسيون في الاخر اه يعطو كي يشوفك بلي تقدري لها باسكو علاش اني نقول لك اونكور اون فوا مليكا سو ني با لا بارول ال اجي اي سي ليموسيون ال اجي ترفد وليدها تروح تبكي كاش كيفاش ما تبكيش تحقرت نضرت صرا فيها الباطل هذيك المراه وشتهم بزاف هكذا دونك سي اون فام كي اجي كي في وكان عندي صح حسيت الثقل عليا بصح مع ليكيب اللي كانت عندنا ونجيب اول بسير وكل الطاقم رفدوه معايا ما كنتش رفداته وحدي نوميديا فكرتي نجيب اول بسير بالنسبه للمسلسل دموع لولية هو اول اخراج له في الدراما لا يعني اول اخراج له فيتون في الدراما في الدراما في الفيتون فيتون دراما وانت اول دور لك في الدراما يعني كيف تنأمتي مع هذا الوضع ولو ان تحدثت على الارتجال يعني غير محبب عندما تكون ادوار مثل الادوار تاعك في الملكه ما فهمت والو
عاودك سؤال عاودك سؤال الارتجال الادوار الارتجال سي لامبروفيزاسيون لامبروفيزاسيون نعاود لك النجم البصير هو اول اخراج نعم وانت اول دور في الدراما نعم كيف تلامتي مع الوضعين لان الوضع صعب جدا لا لا كيف تعلمتي كيف تعلمتي كيف يعني تعاملتي مع الدور تاعك سنقول دو كومبوزيسيون اكسيتيرا عاونك عاونك نجيب البصير عاوني بزاف ماشي شويه عاوني بزاف لا ديريكسيون كامل هي هو اللي يقول نقولوا كيفاش ندير اسكو ندير هكا نروح في ليموسيون نبكي لا مازال شحال كيف سيتي لوي كي مديزي كاع واش لازم ندير ومن بعد يخلي لي امبروفيزي باسكو مي في كونفيونس شغل في لي مانيير في لا جيستويل ما نسيتش عليها بزاف في الهضره باسكو ماليكا اي اون بيرسون كي بارل با بوكو تخاف تخاف من كل شيء الميديا شفناك ثاني في دموع الاولياء كان البطل حسن كشاش هو قديم يعني في المجال الدرامي كيف كان تعامله معك سور سين هايل هايل تحس باللي راك تمثل يمدلك هو عنده ليموسيون في عينيه كيما انا كان يعاونك انا تاني عندي ليموسيون تاعي في عينيا تما شو تلعب مع مسيو حسن كشاش تحس باللي لعبت كي نكملوا لا سيكونس دير ما شاء الله وكي نديروا هاد لي سيكونس تاع البكا وحاجه مش والدراما هذاك الواعر وكاع حتى نشوفوا المونيتور ونشوفوهم كاع بدمعه ونشوفوا بلي صح لحقنا ليموسيون باش يقول اوكي اون لابرون باسكو الفنان لارتيست يعني من غير التياتر من غير واش لازم يقرا وكيفاش يدير وكيفاش كذا صح سي ليموسيون الا ما عندوش ليموسيون والاحساس هذاك باش يلحقوا للبوبليك تقدر تقرا 1000 سنه لانه يعني بزاف لما قرينا الاخبار نوميديا حسن كشاش مع نوميديا للزول في عمل بزاف ناس استغربوا يعني حسن كشاش واش راح لانه يستصغروني يقول ماشي يستصغروك هو عالم اخر نوميديا وحسن كشاش عالم اخر هذا هو الممثل الممثل يخترق العوالم اللي عمره ما روح لها هذا هو مثلا حسن كشاش جاكوار هذا مع مرور الحلقات ما نعرفوش هل نتعاطفوا معاه ولا نظلموه ولا رانا ضده يبدو بان تقدم الحلقات راح يكون كاين صراع كبير بين فريد وبين الزين والسبب هو بالك تكون ملكة لانه السيناريو فيه بزاف خرجت ودخلت لنحيي رابح سليماني فهذا هو فيها بزاف احداث وتطور شخصيات كما العلاقه مع الاب تاع ملكة مع الاب والعلاقه مع الزوج فيما بعد اللي هو فريد اللي فيها شويه بعض نقاط الغموض بالك انت غير مسؤوله عنها لانك ممثله طبق النص ولكن هذه اسئله تطرح على السيناريست وعلى المخرج بصح ماذا بيا نسالك فيها بعد ما نسمعوا الاغنيه لانه اغنيه دموع الاولياء اللي درتيها ديو مع فتحي شاب فتحي نعم من اجمل اغاني المسلسلات هذه السنه عجبتك نشوفوا ردي بالك ردي بالك على حياتك وهناك برافو أيوة. نسمعها مع بعض شابة شابة الغنية ردي بالك صح يعطيكم الصحة نوميديا هنا تقولي ردي بالك وطلقي سراحك فهمت باللي ملكة كانت في سجن تاع الأب وانتقلت إلى سجن جديد اللي هو تاع الزوج سجن لا سوسيتي ومن بعد سجن الأب سجن المجتمع صح وي وي بصح كاين واحد مثلا في العلاقه مع الاب هي ما تكرهش الاب تاعها بالدوا ريسبكتي وما ما تقدرش تكرهه شغل باباك باباك واش راح دير راح ترميه راح ما كنتش من جوغ لي كي تي روبيل اللي تخرج الى خرج باباها هكاك تجي تكافح وتقول له لا لا وتخرج لا كانت اون في يعني تربيت تخاف حتى وباباها يكون لص ولا يكون جو سي با واش يكون يقعد باباها بصح العلاقه مع الزوج مع جاكوار داروا العقد الزواج جات لابسه الاسود وكانه راهي في حداد ماهيش في فرح بيان سور ورغم ذلك هو قال لها ما نحبش الاولاد معاك خايف من زوجته الثانيه الاولى رغم ذلك مع يعني لما حبت تجيب او حملت من الزوج فهنايا تمسكت هي بالابن تمسكت بالشيء الذي يجمعها بفريد لا ماشي بالذي يجمعها تمسكت بلا سول فامي تاعها ما عندها حتى واحد كذا حتى واحد أوكي. الاب تاعها خانها الزوج كيفاش تقدر دير كونفيونس في الزوج حتى ولو كان يدير لها في الدنيا دنيتين باباها خانها تما من بعد مع الاول كانت حاب كانت خايفه قالت لك لا لازم نحيه ولازم كذا ومن بعد كي بدات تحس بالامومه قالت لك انا عندي غير هذا ولازمني نحميه من تم بدات الدوله ديسيزيون
تاع مليكه الضعيفه اللي كانت تسي ودير كاع واش لازم باش وليدها يكون مليح. وكيما شفتوا وليدها خرج مريض تما ضربه مرختها، كان لازم توقف وتروح تخدم عند نساء وتنوض وتروح وكانت في الكرواسون روج رفدتها هذيك دادا، وربي ما يخليش الوليه يعني كل يعني يبعث لها كاش واحد يعاونها. نوميديا كيف كان التعامل مع عبد القادر عبد الفاقد يعني لعب الدور تاع الاب؟ عبد العاب كيفاش تعامل؟ كيف التعامل معاه؟ كيف تعاملت معاه؟ لاني شتك انت تاع الكيمياء يا بين الشيمي بيناتكم قويه بزاف. باسكو عبد القادر عبد الفاقد خدمت معاه ديجا، عنده اون اسوسياسيون كي لو كور سور لا مان. صح عنده اون اسوسياسيون اللي خدمناها درت معاه يامات اللي جزنا على الكوفيد وجزنا على الحرائق معاه اللي كنت نخدم ونتواصل، يعني الناس كانت تجيب لنا لي دون وتوسا كنت نخدم انا وكادير عفاق، تما عرفتو قبل في لاسوسياسيون في الكاريتاتيف ومن بعد باش خدمت معاه ودار مسرح سي ان تري تري بون اكتور كادير عفاق. بولينا شنو هو المشهد اللي جاك صعيب في المسلسل باش تاديه؟ المشهد اللي جاني صعيب في المسلسل باش ناديه نهار ماتت فيروز اليوم كي ماتت فيروز سيتي ديفيسيل الحلقه تاع اليوم باسكو ما عرفتش كيفاش ما عرفتش مليكه كيفاش دير شغل دي فوا الباغ سو روتونتي اسكو هاد الناس لازم نضحك لهم لا خايفه من كل شيء نقعد معاهم كيفاه ندير ما تتلها فيدها صحيح. طيب مازال معنا نوميديا الزول، اسئلتكم طبعا راح نعاودوا نرجعوا بعد قليل، نروحوا الى فقره واش شفت اليوم، نبداها مع فيصل. خيرت مشهد من مسلسل 11 مع اسامه قبي في الاخراج، نتابع هذا المشهد اللي خيره فيصل ثم نعود لنساله عنه. ما فهمتش واش صرا؟ علاش البابا مكسره؟ حكايه طويله يا وليدي، جا هشام البارح. هشام؟ ايه هشام هو اللي كسر الباب. لا وليدي ما كسر والو، جاي يشوفني قبل ما يجيو لابوليس زد مجمعه رفدوه زعما لابوليس. تما زاد هرب؟ ما على بالناش. سمحي لي يما سمحي لي، لو كنت هنا ما يصراش هكذا. مزيه ما كنتش، وكان كنت كنتنوض لاباكار ولا طيح روح. سمحي لي فاطمة، أنا اللي في قلبي في لساني. عندك الحق يلا مالحة، عندك الحق. جيت قوسطو فرحان ترونكيل بيان، صماتك لي كاع. المهم الحمد لله اللي راكو بخير والحمد لله سلامت. راني جبت لكم حاجة حاجة. هاكي ما عندي عليك. وهادي هي هادي إن شاء الله تعجبك. كتر خيرك وليدي. هادي بخوميي شوا. السلعة من الغاليين هادي. بصح ما قلتليش واش راك تخدم؟ عارفيني نحب الموسيقى من بكري، انا نغني. اه وعلاش الغنى فيها دراهم؟ نورمال شوية. الحمد لله. الحمد لله، شوفي هذاك الطرز شوفي. لا غير شابة. شابة. شتيها؟ خدومة. أنا في الأولى مبالية قطيفة على لا. قطيفة مطروزة. شتيها؟ مشهد من مسلسل 11 يبان فيه مزيان اميش، بالك باغي تعلق عليه نبيله؟ تفضلي. هو المشهد تاع فيصل بصح تعليق لنبيله. نعم هو مشهد فيصل ولكن تعلق فيصل؟ تعلق نبيله وما تفيصل. انا نظن باللي هذا اليوم كما بدات فريده هو يوم خاص للامهات، وانه الام مهما تكون الام تقول لك انا غنيه ونحب الهديه، يعني حتى انه في هذا اليوم انه يدخل عليها ابنها بهديه فهذا راح يزيد من هذه العلاقه وهذا بين الام وابنها. ونظن انه كما يقولوا عيد امهات سعيد، ولو انه شويه امهاتنا في غزه ما همش سعداء، ولكن تبقى الام دوما هي الام والسعاده دائما نتمنوها لها. تفضل فيصل. وتحيه كبيره للممثلتين عايده كشود استاذه عايده كشود اللي بالمناسبه يعني تحضر كل المسرحيات وكل مهرجانات المسرح والسينما وتعلق وتشارك في النقاش وتعطي نصائح للشباب. وسيدة نجية العراف طبعا يعني هذا اللقاء الجميل بينهن، اعتقد لاول مره يلتقوا في الدراما. كان شيء جميل، هو اولا علاقه الامهاتين كما قالت نبيله، وكذلك علاقه الجيران، لان
يعني السيدة ملحة والسيدة فاطمة هما جيران وكان حدث لهم مشكلة. كان عندها في الفصل في الجزء الثاني. صح، لأن ابنها هشام يعني توهم قتل مالك في الموسم الأول لغير ذلك، وهذه العلاقة يشوف الحميمية الموجودة، وحتى مزيان يضحك. وسؤال جميل طرحته نجي العرف، واش الموسيقى دخل دراهم؟ لان الفنان كثير خاصة يعني الفنانين تاع الموسيقى اشتكوا. نجي العرف افضل سؤال تطلع على زوجها. ايه الفنان محمد العرف. محمد العرف اللي هو كذلك فنان، وبالتالي هذا السؤال مليح يعني الى كليسي في السيناريو يطرح كذلك، يفتح كثير من التشعبات، خاصة المشهد اللي يجي من بعد. اعتقد المشهد وراء هذا كان لقاء جميل كان بين مازن أميش ومع الفنان أحمد. بس هو السؤال أحمد جميل غولي. جميل غولي. أحمد جميل غولي أول مرة يظهر في الدراما كذلك. نظن ظهر كضيف شرف في عمل آخر. ضيف شرف. لا بس السؤال، هل جميل غولي هنا ظهر كفنان بشخصيته هو كجميل؟ كفنان. ولا راح يكون عنده دور في المسلسل تاع 11 من بعد؟ ممكن يعني مع أسامة قبي يعني. كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. يفتح لك. هو إذا كان أسامة نحول الفنانين إلى. خرج الجانب التمثيلي تاعهم، ليلى بورصالي، مزيان اميش، مليح جميل. وهذه في الوقت السابق كانت سلوى، الفنانه سلوى كانت ممثله كذلك، فضيله الجزيريه كانت ممثله، يعني كان كثير من الممثلات اللي كانوا في المطربات كانوا في التمثيل في الجزائر. وعلى ذكر نجيه العرف اللي انا نشوفوها وعايده كشود، بذكر مسلسل دموع الوليه فاطمه حليلو. فاطمه حليلو صح، مليح هذا الدور تاع هذه الام. حسن كشاش جاكوار في برا يخافوا منه كاع الناس، مع يماه طفل صغير رغم انه يخاف من عزيزه ثاني، ولكنه مع امه عنده علاقه خاصه، وتقريبا لا يفهم ما قدرش يوفق ما بين يماه وما بين زوجته الاولى. بصح انا بغيت نقول باللي بعيدا عن المسلسل ثاني مليح نشوفوا تلاقي الاجيال، فاطمه حليلو، نجيه العرف، عايده كشود، ها يعني هاد السيدات هادو مازال عندهم ادوار. فضيله حشماوي، جميله عراس، ممكن الكتاب السيناريو يعطوهم مساحه تناسب التاريخ تاعهم، خاصه فاطمه حليلو. فاطمه حليلو غابت يعني سنوات على الشاشه، لكن اتقنت الدور. اتقنت الدور يعني مدرسه المسرح، يعني خارجه من المسرح. وفاطمه حليلو على حسب اعتقادي تريد العوده كذلك الى الخشب، عندها اكثر من 30 سنه ما طلعتش في الخشب. صح حبت تولي الخشب، مازالت عندها قدرات كبيره في التمثيل كما قالت نوميديا، وشاهدناه في الدور تاعها بالفعل كان اداء واحد ممتاز. المشهد في الحلقه تاع البارح اداء حتى الشبه حلقة تاع البارح ولا له البارح، لما عزيزة تقول له عاود جيبي يماك تخطبني من جديد. وهي جابت لها بنات زوجها الأول. شفنا هذاك المشهد بين فاطمة حليل وفيزياء توكرتي، على بالي باللي مخدوم بطريقة يعني نجيب ألبسير عرف كيفاش يخدمهم. في كثير من المصداقية في الدور. صحيح. نروحوا إلى واش شفت مع أمينة الآن. أمينة نظن ما نبعدوش بزاف على الدموع الأولية، نظن خيرتي مشهد. بما أنه نوميديا معايا تساعدني على. فأمينة خيرت مشهد من هذا المسلسل اللي راها نحكيو عليه بالتفاصيل اليوم، نشوفوا المشهد ثم نعود لأمينة. مشهد تاع هاجر الصراوي. هاجر الصراوي الدنيا صايو للدموع هنا في البلاطو. الأوليات الأوليات في هذا الفيتون أتقن. عاودي تشوفي عاودي بكيتي. الي انكرويابل هاجر الصراوي كو جو سالو بوكو، فنانة وردة. حبيت نحكي على هاجر الصراوي في دور اسمحي لي نوميديا في دور وردة. صراحة بهذا المشهد أريد أن أشكرها لأنه أقنعتني، ونظن يشاركوني زملائي في الرأي، تمثيلها أكثر من رائع، ونظن هذه أول فرصة ليها اللي راح تكون ليها، يعني إن شاء الله نشوفها في دور بطولي السنة الجاية. حبيت نحكي عليها، ما هيش جديدة، عندها 9 سنوات عمل فني، عندها مسرحيات، أعمال سينمائية، وشفناها في أعمال ثانية في المسلسلات السابقة درامية، في مسلسل النفق، مسلسل الوداع الأخير، لكن أول مرة أنا بنفسي نكتشفها، ونحب نحييها من هذا البلاتو. هي أستاذة لغة إنجليزية في في لافاك. اكزاكتومون اي، وعندها الدكتوره ان شاء الله، مانيش عارفه اذا كملت ولا. هذا قوي لهاجر الصراوي، اعتقد من احسن اداءات في بين قوسين في المسلسل. صح،
يعني جمع الولية مع نوميديا مع حسن كشاش وفاطمة حليلو، هذا يعني مقنع جدا وفي كثير من المصداقية، وبين باللي هاجر السراوي جاية من معاني من المسرح. وكانت نوميديا مع بداية الحصة قالت أنه وأكدت على أنه البطولة الجماعية، يعني كيكون سيناريو مكتوب بهذه الطريقة ومخرج كما نجيب أول بصير وكل هاد الفنانين يعني الموجودين وهاد الممثلين موجودين وتكون هاد الأداءات الجماعية كاين كومبليسيتي نعم إلا وتعطينا هاد المشتلة تاع طبعا هما موجودين ولكن محتاجين أنهم يبانوا ويعطى لهم صحيح. يعطيك الصحة على ذكر المشتلة فكرتيني بالورد المشتلة بيبينيير أو كي قلت أنا الورد عرفني من المشتلة سنعود بعد فاصل قصير مشاهدينا الأعزاء نبقى في برنامج حنا في رمضان ونعود بعد قليل. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء إلى برنامج حنا في رمضان، ضيفتنا دائما هذا المساء الممثلة الفنانة نوميديا للزول، مرحبا بك نوميديا مرة أخرى. ونبدأ هذه الفقرة مع الزميلة دينا بصحة فطوركم ونكملوها بصحة سحوركم صح فريدة يتقاسي اليوم مع هذا الشكل اللوك هذا ومع بداية الربيع 21 مارس هو تاني يذكرنا بشخصية حاضرة في مسلسل دموع الأولية اللي هي الأم الزوجة وغيرها تفضل. ألوغ ديجا اليوم هو أول يوم من فصل الربيع بالصحة ولهنا سي لا ميور بيريود دو لاني ليا مي أبخي كل واحد ورأيه. وبعيدا أولا نقول تعلمت كلمة قبل ما نجي لهنا كنت تلمو خايفة من تمكنهم باللغة العربية آخر مني كنت تعلمت من هذا المنبر دوك حلفت مليا وما نزيدش نقولها باسكو دايما قلتها 10 مرات على التوالي نحسبوا مع سكش انا حسبت لروحي واش من هذا المنبر من هذا المنبر باسكو تلما كنت خايفه من الليفل تاعكم بالعربيه رحت تعلمت بعض هكا لي فورمول قلت طازونطا هكا ندخلهم مي وليت نقولها دائما دونك جو في غالونتير. حبيت نظر على الأم اللي راهي موجودة في كل المسلسلات الجزائرية هذا العام ونظن ومنذ سنين، والعلاقة الحميمية اللي عندها نوميديا في تطور الدور تاعها من نهار الأول كي بديتي أن توك بوتيت جون في أدوليسانت عند باباها كي تحولتي إلى بطلة تحامي على وليدك لانستا ماتيرنال اليوم لازم نقدروه وأون لي في أونور. حبيت نفهم لكم بكل بساطة ملي بديت الإعلام ومني بديت نقول عيد سعيد للأمهات يوم 21 مارس عندي نفس الانتقادات ماشي اليوم عيد الأم ماشي عيد الأم اليوم كل سي با اون فيت مونديال هي ماشي احتفال عالمي ولا دولي دونك هي سيتي اون انيشياتيف او مبادره تندارت في بالضبط في 1905 من طرف طفلة كبرت وحيدة مع أمها وكي توفات الأم تاعها باطلت أمريكية في أمريكا باطلت على تونيو أسكو يديروا نهار وين يحتفلوا غير بالأمهات وقادلت ناضلت حتى 1915 وين داروا أساسوا لأول مرة في الولايات المتحدة أنه يحتفلوا بعيد الأم ثاني أحد من شهر ماي هذا عالميا لا هذا امريكيا اوكي في البدايه كانت امريكا امريكيا أوكي. فقط ومن بعد هذه المبادره كم هي جميله والناس بداوا ياخذوها ومن بعد بدا يدخل شويه الكوميرس لكن كل بلاد وكل انحاء العالم عندهم دي دار المشرق العربي يبداه مع حلول فصل الربيع كما سامبل كرمز لانفتاح يفتح الورود يفتح الايام الجميله الى آخره. تونس وحنايا وبعض البلدان تاع الميديتيراني يعني شمال الميديترانيا يحتفلوه في آخر شهر من ماي أيضا لو ديرني ديمانش دو موا دو ماي آخر أحد من شهر ماي حنا في الجزائر سي لو ديرني ديمانش دو موا دو ماي كاين بلدان في أقصى آسيا يحتفلوا به في نوفمبر دونك هي ماشي احتفالة دولية ماشي موحد فوالا دونك ماشي مشاركة لكن واش حبيت نقول باللي سي تو لي جور لا فيت دي مير سي تو لي جور لا فيت دي مير دونك سوبر فورت اون جيوغرافي
جبتها من اسيا و جو لي ديفلوبي تو سو ديفلوب كيما قلتي كما كنتش مليحه مي تطورت كيما قلتي انت حاولت نطور نفسي دونك كل يوم هو كل يوم عيد الامهات الامهات فوق رصاننا الله يرحم موتانا الله يرحم اللي فقدناهم سورتو في رمضان ما تنساوش الامهات تاعكم حتى ولو الابطال راهي في الحياه الحقيقيه arrêtons de juger الامهات في المسلسل ماما راكي تشوف على بالي بلي راهي تشوف نحبك بزاف بوسي لي بابا وصحة مداركم وصحة فطوركم عاودي عاوديها لي انه هذا وين جابك في الكاميرا عاودي واش تقولي ماما نحبك بزاف وبوسي لي وسلمي لي على بابا وعلى الدار على بالي بلي راكي تشوفي فيا يتشم تخوف بال ربي يخليك ليا وتاج راسي على عزيزتي ربي يحفظها ان شاء الله ربي يشدها لك دليله خليها تاج فوق لسانكم هي كل يوم واحد عنده يما حداه وعيد وعيد اكيد كل ثانيه كل ثانيه ما ننتظروش عيد دولي ولا عيد افريقي ولا عربي الام تحتفل يحتفل بها يوم كل تحيه للسيده ايضا ام فيصل ميطاوي التي تتابعنا كثيرا تحيه لها تحيه لها بنت فتاه تحيه الى امي انا ايضا اي حي ما باسكو يكاف حكو تشوفوا المثال برك تاع نوميديا في في دور برك الكفاح اللي يقدر تقدر كيفاش تحول الامراه من انسانه بسيطه الى بطله على جال اولادها هذه من جهه ومن جهه اخرى فيصل مطاوي جي في فو دوني لا دات دو لا فيت دي بير باش ما تقولش بلي راني نحتفل غير بالامهات خاطرش بعد كل هاد السنين صرا علاش نحتفلوا غير بالامهات داروا تاريخ جماعي عالمي اللي هو 16 جوان دونك بن بن فيتور فيت او بابا فيتور فيت نفكركم كامل ونقول اولياء سي تو لي جور لا فيت فو با اتاندر ما نستناوش دونك سون كادا معها تحلى القعده قعده وي على الورد وزيت تري تري بيتيون تري انتريسونت مدام مالك انا جو فو ديكوفر اولياء لا لا سيريزمون قاعد الهضره وما خليتكش تهضري فريده جي فيني خلاص والله جي فيني لا زيدك ما عندي الوقت ايبا بن فتات قلت لكم طوك الاولياء تاعكم على قيد الحياه بوسوهم صباح عشيه كي تدخلوا عيطوا لهم ميم سي فوز اوكوبي في زامبوتياج عيطوا لهم اسكو سا فا فريده حافظوا على والديكم ما ترميهمش بدار العجز رجاء هذه سان فيلم دوغور لو كان يديروه مسلسل غادي يدير فيلم دوغور فريده كان يدوم عليهم العده دونك سكو جو فو دير اليوم اللي عم يشوفوا فينا من هذا المنبر اللي عم يشوفوا فينا بخوني التليفون راهم بعاد عليكم لا راكم في الغربة لا راكم في دار واحد أخرى بس بتات وزافي كيتي الدار الكبيرة عايطوا لهم ان بتي جو تيم ماما ان بتي جو تيم بابا ان بتي ميرسي وش راكم برك جو بونس كو دنيا وما فيها برافو فريدة برافو ذا كوين اجمل الاغاني اللي كانت في الدراما الجزائريه هي تاع عبد الله الكرد ملي رحت يا يمنا تاع مسلسل بناء ولاد الحلال نحيوه عبد الله الكرد مانيش عارف الى الاغنيه كانت عندنا الان ولا طيب نروحوا الان الى كاينه نسمعوها اوكي عبد الله الكرد وهيفا رحيم في الاغنيه تاع مسلسل ولاد الحلال اللي كانت قبل سنتين الله يرحم الامهات اللي ماتوا الله يطول في اعمار كل الامهات ويكون دائما وجودهم عيد بالنسبه للابناء كما كانت تقول فريده ايتقاسي قبل قليل قبل ما نروحوا لموضوع الدراما العربيه كما ولفناكم دائما بعض الاخبار تاع الدراما العربيه نوميديا ماذا بيا نعرف ثاني نوميديا شكون تستشير في الاختيارات الفنيه تاعها هل عندك واحد تروحي له مباشره تقولي له جاني دور كذا في مسلسل كذا يعني خياراتك الفنيه كيفاش ديرها؟ عندي الام تاعي تستشيرها انا كيما جاكوار نستشيرها بزاف نحكي لها لي سيناريو
عندي زوج خواتات، عندي اختي ما كوزين كي ما كوزين ميليسا، باسكو تجي معايا ونقراو السيناريو كيف كيف نقولها ميليسا شكون اللي عجبك اكثر، شكون اللي قريب ليك. عندي ثاني مون ديريكتور ارتستيك فوجي شقرون، عندي مون ديلي ماناجر محمد، عندي توت اون ايكيب لي استشارات، فريق عمل يعني، فريق عندي فريق عمل وثاني سي سون مي زامي اون ميم تو. صح هذا اهم شيء. ايه نقول لهم ما تخلونيش نطيح على راسي، شغل باسكو اقترحوا لي بزاف ادوار هذا العام. اقترحوا لي في 11-11، اقترحوا لي في هذاك اللي كان رايحين دار تاع السحور ولا ما على باليش واسمو، ودموع الولية. ومن بعد دموع الولية سيتي كيك شوز كي مافي، خاطش مدام سميرة اللي نحييها بزاف بزاف. سميرة اللي باسكو سورتو كو دموع الولية ندار في سميرة تي في، شغل تحس باللي المرأة وتعاون وتساند. انا نحبها بزاف سميرة، ونقولها صحة سحورك هاي في العمرة، نقول لها ان شاء الله عمرها مقبوله. دونك شفتي الادوار الاخرى ما اسمح لي نكملك. دونك قنعوني فهمت عندهم اسلوب الاقناع. مسيو عمر بهلول، نجيبو البسير، ومدام سميره قنعوني. نوميديا هذا اللي لازم لك، سورتو عمر بهلول يعرفني صافي منو 12 ans اللي يعرفني، وانا توجو غاردي كونتاكت. مسي عمر بهلول كيما اوفير لا بورت للفن بعد ابري سي كلير كو خدمت على روحي وكذا، ولكن بدات بالحظ، والحظ كان من طرف عامر بهلول. يعني سي بور سا انا ثاني في واي نوت وكذا نعاون ونمد الحدود للناس باش تقدر ترفد روحها. وميديا خدمتي مع يحيى مزاحم في تيموشا، احكي لي شويه كيف خدمتي معاه. يحيى هايل، ميموز سي ان سوبر رياليزاتور، سي ان رياليزاتور كي كومبرون لي جون. بزاف يقولوا علاه تجيبوا تاع تيك توك، وعلاه وعلاه تخلطوهم مع تاع التمثيل، وما يشوفش هذيك تاع تيك توك. سي فري كو كاين ناس بزاف في تيك توك يديروا لا ميوزيك وكاع، مي كيما كاين الناس ثاني عندها مواهب والناس تبعهم على موهبتهم. ومزاحم يحيى يعرف ثاني يفهم، على بالو الواحد اللي يقدر يجبد منها، يشوف لي ستوري تاعهم اللي كيفاش، باسكو علاش يديروا دي ستوري يبكيو، يمثلوا مشاهد، يمثلوا كذا، ما كانش عندهم هما ثاني الحظ باش يدخلوا لا تيلي. دونك بتيك توك وبلي ريزو سوسيو ولاو يقدروا يروحوا شغل خلاص لي كاستينغ، لي كاستينغ هذوك بداو يروحوا. يعني دوكا الناس راهي تبين المواهب تاعها في تيك توك وكذا. تما مزاحم يحيى سيتي كلكان كي كخواي في لي جون، يعني كيما ستانلي ريفكا جابهم داروا في طيموشه، فهمت، عطى لهم الحظ وكذا، ومثلوا مليح هذا العام. جاب وحده واسمها نورهان ثاني، وشفت باللي مثلت مليح نورهان. يعني ما كانش لازم شغل صح جايه من لي ريزو سوسيو، بصح مدت تما علاش لا لا، هي ثاني كانت عندها موهبه حابه تبينها، ومزاحم عطى لها الحظ. وربي يخلي لنا في الناس اللي تمد الحدود للاخرين. اكيد اكيد. ونذكر بين قوسين فقط، لانه درنا اغنيه تاع عبد الله الكرد مع هيفا، والاغنيه تاع دموع الوليه تاع فتحي مع نوميديا نفس الموسيقار مهدي مولهي. مهدي مولهي هكا باش نعطوا لكل واحد حقه، لانه هو مهدي مولهي تونسي. ايوا هو اللي خدم الاغنيه. تفضلي. نرجع لسؤالي، نوميديا شفناك في البطولة هذا العام في مسلسل دموع الولية، حبيت نعرف عندك جمهور ما شاء الله كبير، حبيت نشوف يعني يعرفوك كمغنية، حبيت نعرف كيفاش الريفيوز، كيفاش هم يشوفوا فيك، كيفاش الجمهور تاعك، هل باسكو تحدي كبير درتي هذا العام بين الغناء ورجعتي للتمثيل وبالدراما. نفهمكم عارف سا سي اون ميز ان نو بور لاكتور بور الفنان، شغل توري كاع لي سونتيمون تاعك في كاع الحالات تاعك، و سي الجمهور تاعي ما يشوفنيش هكذا، او كونترير il était très très fier de moi. كيفاش كانت الاراء؟ ils étaient fiers، يبعثوا لي ني ميديا وني فيير دو توا، رانا نشوفوا فيك ني ميديا، اتقنتي ني ميديا، راح تقدري تزيدي هنا، نقصتي شويه تقدري ديري خير. انا عندي جمهور ورائي بالبزاف، و il est tout le temps fier de ce que je fais، او كونترير هذا سي كوم ان كادو بور eux، شغل باش يشوفوني في كل حالاتي، ما يشوفوش الا هذيك المراه القويه اللي قدرت تتحدى الصعوبات. باش تحديت الصعوبات بكيت، باش تحديت الصعوبات كسرت، باش تحديت الصعوبات صرا فيا الباطل. بصح هذوك لي اونتر لي لين هما ما شافوهمش، يشوفوا غير لو ريزولتا تاع هذوك الصعوبات والريزولتا تاع هذيك الخدمه. بصح يعني كانت الاراء كما نقولوا ايجابيه اكثر. كانت ايجابيه بالبزاف، ايزيتي توس فيغ دو مو، الحمد لله يا ربي. الجمهور تاعي هذاك هو الصح بو مو. حي الجمهور. حي قواتك، عطات قوه اكثر. صعوبات. فيصل. فيصل قاعد غير تما داوي. فيصل انا اللي نجي. لا لا اوكونتخيغ راهو في. راه داوي. رانا هنا فيصل لا. بيان سور تقوي، ما كانش انسان يجوز على صعوبه ما تقويش، تولي خلاص جستها.
نقدر ندير اكثر وربي ما يخليش عبده ولا ما يخلي عبده. طيب ما زالت معنا نومي ديال الزول في الدراما العربيه هذا العام. تتصوروا باللي تونس بسبب الازمه الماليه ما عندهمش اعمال كثيره هذا العام، نظن كاين ثلاث مسلسلات دراميه او اربعه مع زوج سيت كوم ولا زوج اعمال كوميديا. العام هذا اكثر عمل ربما من اللي اثر ضجه هو في اللوجه الجزء الثاني، سوسن النجمي اللي تقدم هذه الرؤيه الجديده وسط انتقادات كبيره، باش ثاني نعطوا للمشاهد الجزائري فكره انه الاعمال التي لا تخلق جدل ليست اعمال فنيه في نهايه المطاف. يليق هذاك البوليميك، هذا ضد هذا، مع حيويه المجتمع تاخذ من هذا الشيء، انا ضد هذه ضد هذه الرؤيه، وتبقى رؤيه الفنان هو حر في انه يقدم الرؤيه تاعو، والجمهور من حقه يتقبل ولا يرفض ولا بلا ما نكفروا بعضنا، بلا ما نجرموا بعضنا، بلا ما نخونوا بعضنا، بلا ما نجرحوا بعضنا بعض. هي اعمال اجتهادات في نهايه المطاف. هذا باش تضربوا طلع على واش صار في تونس والكويت والعراق، بزاف اعمال، بزاف جدل، بزاف بوليميك، احنا ما راناش وحدنا في العالم العربي طبعاً. ولا في العالم ككل. وهذا ما كنا نقوله في كل مره، تونس والمشهد الدرامي في تونس هذا العام صحيح في شح في مجال المسلسلات الدراميه. عندنا في اللوجة في جزئها الثاني، مسلسل باب الرزق ايضا راهو يتبعوا فيه المشاهدين، وايضا عندنا القروج اللي هو من بين المسلسلات اللي دارت عليها صدى وراهو يتبعوا فيه هو عبد الحميد بوشنق. وكاين ظاهره هي ظاهره الفيلم المسلسل اللي هو فيلم كوميدي سوبر تونسي اللي حولوه الى سلسله يعني تبث خلال شهر رمضان. والمفارقة هذا العام أيضا أنه هذا المسلسل بالذات يحقق نسبة مشاهدة أكثر من المسلسلات الدرامية، بسبب أنه كان له نجاح كفيلم ثم تحول إلى يكون مسلسل درامي خلال شهر رمضان يبث على النسمة الجديدة. بالنسبة للفلوجة العام اللي فات أيضا بمناسبة عرضه صارت يعني ضجة كبيرة، والضجة هذه كانت خاصة من الناس اللي في مجال التعليم، يعني كأنه صرا انتقاد لمجال التعليم العمومي، وناس قالت بأنه التعليم العمومي صحيح فيه مشاكل وإشكاليات بالنسبة للمراهقين وعوالم المراهقة في هذا العلم، ولكن يبقى أنه التعليم يبقى دوما برغم كل الانتقادات التي تنسب إليه، لكن كل الكوادر والإطارات اللي موجودة في تونس الآن خرجت بفضل هذا التعليم العمومي. هذه السنة أيضا ذات الشيء، يعني تقريبا سوسن النجمي استضافت وجوه أخرى لهذا المسلسل، ونفس الضجة اللي حدثت العام الماضي عودت مع أول حلقة لهذا السنة، وتقريبا نفس الضجة عودت رجعت، يعني انتقاد والطلبة تاعنا ما همش كلهم عايشين هذيك الطريقة والتفكك الأسري والصراعات بين الشباب، فكل هذه الأمور هذه راهي طاغية وما زالت موجودة. ولكن نذكر أنا العام اللي فات في كثير ناس لما خلاص الجزء الأول من فلوجة كلهم قالوا لسوسن النجمي يعني شكروها وقالوا لها نحييك على هذا المسلسل. هذا يبين باللي خلوا المسلسل حتى يخلص باش تحكموا عليه. نعم. باش تحكموا عليه من الحلقه الاولى، يعني هذا اللي يحكم المشهد الاول من من, من 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 الثانيه الاولى يبداوا يحكموا على المسلسل. نبيله يعني اللي ديبان دي بوليميك موجودين غير في المنطقه العربيه على ما يبدو. نعطي مثال ثاني فيصل. مسلسل في الكويت زوجه واحده لا تكفي، يتهم بانه يريد تغيير ملامح المجتمع الكويتي، يتحدث على تعدد الزوجات مثل مسلسل دموع الوليه عندنا، على زنا المحارم، يعني اشياء موجوده في المجتمع وكل المجتمعات ليس بالضروره المجتمعات العربيه. ولكن عندما نتطرق او عندما دراما تحاول تضع يدها على الاصبع، دراما لا تعالج، تطرح اشكال كما دموع الوليه تطرح اشكالات، عده مشاكل، مشكله تاع القمار، مشكله تاع الاب والعلاقه تاعو مع بنته، تعدد الزوجات، عده مشاكل، اليتامى الى غير ذلك. البعض ينتفض عموما بصيغه التكفير او صيغه الاتهام. هناك حتى اعتقد في الكويت النقاش وصل حتى على مستوى سياسي في البلد سياسية. بسبب مستوى يعني المسلسل، بعض يطالب بتوقيفه. يعني ماذا نجحنا لنوقف مسلسل؟ ماذا سننجح؟
هل عالجنا مشاكل المجتمع كلها؟ مشكلة الموجودة في المجتمع الكويتي أو أي مجتمع آخر في المنطقة العربية؟ طبعاً مع التمثيل الجيد اللي هو دحسين التي تظهر على الأفيش هنا. في زوجة واحدة لا تكفي مثل بقية الأعمال الاجتماعية اللي يقول لك هل إحنا دايرين كما هكا؟ هذا هو السؤال. هل هذا المسلسل يشبهنا ولا لا؟ لما تدخل في نقاش مع هذا اللي يقول لك يشبهنا ولا لا، تقول له لا، كاين مخدرات، كاين تحرش، كاين امور غير اخلاقيه، كاين رسوب مدرسي، يقول لك صح احنا دايرين كما هكا بصح ما كان لها توريهم لنا في الشاشه ودخلها البيوت. لكن يراها بالدراما التركيه، يراها بالدراما الامريكيه، يراها بالدراما الكوريه عادي. هنا لكن عندك مشكل شخصيه، مشكل ولكن مشكل، لان كان المجتمع لا يريد ان يرى نفسه في الدراما. هذه دراما يعني كويتيه ولا جزائريه، فعلا مشاكل موجوده، مش بالضروره ما كاش مجتمع فاضل، لا يوجد اي مجتمع فاضل. شكيت باسكو الجزائر نحسوا بلي نتعارفوا كاع، وكل واحد ريسبونسابل على الاخر. صح، ولا كان يشوفك دايره حاجه ماشي مليحه يقول لك علاش راك دايره هكذا، لو كان يشوفها في واحد بعيد ولا نورمال، بصح لو كان انت ما يعرفكش ما يتلاقاش بك، ولاش راكي دايره هكاك، ولاش شغل يحسبك، شغل يحسك منه، وكامل حنا كيف كيف، وما عندكش الدروات روحي من ولا من. بالك ثاني سي كيستيون تاع قدر، ما يخلوش حنا مازال كاين القدر في المجتمع الجزائري. انا نظن اي واحد كاتب سيناريو ولا مخرج راهو يعرف الى اي مدى يمكن ان يذهب في الكتابه ولا الاخراج. على باله باللي المتلقي الجزائري شديد القسوة في محاسبة المسلسلات والأعمال الفنية، بلك يتقبلها كما قلت من مسلسل تركي مصري سوري، ولكن يقول لك لا ما نقبلهاش في مسلسل جزائري. معليش أوكي، بلك هذه مع الوقت سوف تتغير الأمور، مع الإبقاء دائما على الحشمة. حتى واحد ما قال غادي نقضوا على الحشمة ولا نقضوا على، حتى لا يحول كلامنا. فأنا فهمت واش باغي دموع الأولية يوصل لنا بطريقة لبقة ومحترمة تدخل إلى كل العائلات. اللي هي البنت كيف تباع كسلعة، كيف تستعمل في صفقة قمار من طرف والدها بطريقة محترمة جدا، رغم أننا كارهين هذا سعد القمارجي، وكارهين هذا فريد الجاكوار، وكارهين الزين هذا، ورغم ذلك تعاملنا معهم عادي، لأنه المخرج عرف كيف يوصل لنا هذه الشخصيات السيئة جدا مشوهة، وصلها لنا بطريقة فنية محترمة. حتى الكلام حتى الكلام كان يخير بزاف الكلام. كان يقول لي لا هذا يجوز هذا ما يجوز. نعم جمال تفضل. عطاتك يجب التنويه أنه الأعمال الجزائرية رغم انفتاحها وفي السنوات الأخيرة وين شفنا يعني قفزة نوعية، لكن ما زلنا نحترموا الخطوط، ما زلنا نحترموا يعني بالمقارنة مع بعض الأعمال اللي تعرض في بعض القنوات العربية والخليجية. كل احتراماتنا لا تليق بتاتا، ماشي غير فقط بشهر رمضان، لا تليق بالمشاهدة العائلية. اسمح لي، هذا كل واحد يتفرج وحده، يعني تلقى الأم الجزائرية تفرج وحدها على الزوج، تلقى البنت الجزائرية في التليفون، السيد في الليل، بصح في رمضان حنايا نتجمعوا كاع قدام لا تيلي. السؤال اللي يطرح نفسه ما يحشموا، يقول لك السؤال اللي يطرح نفسه قضية الحشمة. طبعا احنا كما قال قاضي نحترموا، لا أعتقد أن كتب السيناريو ولا أعتقد أن المخرجين راح يعملوا ربما يتجرؤوا بكل بساطة، لأنه الأعمال قبل ما تنتج أصلا راهي فيه لجنات وفيه ناس اللي راهي تراقب، حتى قبل العرض فيه ناس راهي تراقب، حتى في القناة فيه لجان. لكن لماذا اليوم ما زلنا نسمع من البعض هذه الخطابات تاع يقول لك هذا العامل لا يمثل؟ المطلوب حاليا هو الاحترام المتبادل، مثل ما تحترم حق الممثل في اختيار الأدوار تاعو، عندك الحق تنتقده، انتقاد مقبول، ولكن لازم تتقبل ايضا اختيار الممثل. الممثل لما يختار يلعب دور والمخرج وكاتب سيناريو نحترمه حقه في الابداع. انا من وجهه نظري مع الاخذ بعين الاعتبار التفريق ما بين الراي اللي يبنى على راي زعما شخصي وحر، ما بين التحريض. صحيح كاين اللي عنده حسافه مع المخرج الفلاني ولا مع يحرض عليه صفحه الفيسبوك، حتى يحاول يبني راي عام اعمال منافسه غير موجود، راي عام خيالي 77 ألف فوكونت مزور، ويقول لك مسلسل الفلاني انهيار للأخلاق، المخرج الفلاني، المخرج كذا، كتحوس عليهم تلقى واحد ولا زوج. فرق بين النقد والتهجم للأسف في بعض الحالات. باختصار أنا نشوف بعض التعليقات مسيئة للممثل وتدخل في حياته الشخصية، في تركيبته الشخصية، هذا أمر مرفوض. هو على رأيي على البعض أن يقبل المنافسة،
كان مسلسل منافسة الشريفة شريفة كان من مسلسلات تبعها الجمهور تفاعل معها، مسلسل البراني، دموع الولية، مسلسلات أخرى، وكان مسلسلات سقطت من اهتمامات الجمهور، وهذا أمر عادي يعني عام صح جدا. هذا العام كومام كاين بزاف، كاين بزاف أعمال، كاين بزاف إنتاج، كل واحد كيفاش، كي واحد فيه لاكسيون بزاف، واحد يضحك، تسمى دوكا ولا عندنا دي كاتيجوري، كل واحد يبي شوازيغ ويشوف واش يحب، ماشي غير عفسة واحدة شغل كيما كيدير نتفليكس أحرار أننا في نفس الوقت نشوفوا هذا المسلسل، وكين من غير تيليكوموند حتى اللي فوت على نفسه حلقة من خلال عرضها على اليوتيوب ولا المنصات يعاود يسترجع هذيك الحلقة. أنا نظن أنه في الأخير خلوا الجمهور هو اللي قرر، هو اللي يقول هذا مليح ولا هذا ماشي مليح، وهذه الأعمال كلها في النهاية هي للجمهور. أكيد أنه النقاد مهم، ولكن هل يتقاسوا المنتجين وقال هذا الإنتاج يعني شغل متعوب عليه ما بين أولي الترفيه طبعا في الأخير للترفيه بعد يعني نصب نفسه أو وصي على المشاهد، المشاهد الذكي انتليجون يعرف يخير يحب وش يحب وحر ما تبرش عليه رأيك. المشاهد راه يشوف دوكا في الإنتاج الجزائري أكيد ما هو شيء جميل، حاجة إيجابية صحيح. قبل 4 سنوات الجزائري كان يسافر للقنوات العربية وما يتبعش يعني كانت كاينة، ولكن منذ حوالي تقريبا أنا نقول 5 سنوات في الدراما وكان تقصي على مسلسل عربي يقول لك ما تبعتش هذا العام، راني نتبع شو ولاد الحلال، شو ولاد خوا بابور نوح البراني، هذه النتيجه التي نريدها هذه السنه مع يحيى مزاحم. وعلى ذكر البراني شوفوا هذا المشهد لمصطفى العريبي فيه ينهار بالبكاء مصطفى. ثم نعود للحديث عن هذا المشهد من مسلسل البراني حلقه الامس على ما اظن. الشيء اللي عشتو ماشي سهل يا وليدي، الجبال ما تحملهمش. من داك لازم الواحد يخرج واش كاين في قلبه. راني هنا، راني هنا كيسحقني، على بالي ما تحبش تبان ضعيف، بصح راني هنا ماشي شكون واحد اخر براني. مانيش عارف يا بابا إلا لازم نكرهم ولا لازم نحبو. وقيل غلط، وقيل غلط. انت واش دخلك؟ هذا مكتوب ربي يا وليدي. اسمع عمر، ها واش تقول نديرو تشكتشوكا فوق الطابونة؟ ها نتفكروا اليامات الملاح. ها هاي هاي وانا نفكس البيض. هيا هاي مصطفى العريبي في هذا المشهد. أنا خيرت 3 أمور، أولا باش نزيدوا نأكدوا على مزاحم الإضاءة اللي في هذا المشهد، حتى المشاهد العين نتاعه يعني تولفت على الديكورات المظلمة، ما ولتش تزعج العين، ولينا نشوفوها بشكل عادي بالرغم من أنه في البداية بلك نقولوا علاش مظلمين، علاش كذا، علاش كذا. بالعكس مزاحمة تقدم الحلقات يخلينا نقتنع بهذا الشكل الذي اختاره كإضاءة للديكورات تاعو. ثانيا كاين تفسير للعنوان تاع المسلسل البراني، وهذه ثاني مرة يذكر فيها البراني بعدما ذكر في المرة الأولى، كان حوار تاع مصطفى العريبي مع أخوه سيد أحمد اللي هو خالد بن عيسى
قال لها احنا دائما نبقوا براويه يعني غير احنا ولاد الشعب ويتعاملوا معنا على اساس براني، ولكن اليوم نعرفوا باللي البراني تحديدا يستعمل مع مصطفى العريبي مع عمر في الشخصيه هذه لما قال له بو علم بناني الفنان الكبير على اساس انه عمرك ما تبقى براني، وقال له حاجه ثالثه قال له الشيء اللي عشتو الجبال ما ترفدوش وماشي ساهل، وخلانا المخرج بلا ما يدخل في التفاصيل ورى الصورة ورانا الصورة في نهاية المشهد، يعني على أساس أنه الشيء هذا المرتبط بالعذابات التي عاشها عمر مرتبط بتاريخ مع عائلة كما كنا نقوله العائلات دائما هنا في المسلسلات ولا في الدراما تحت السنة تحضر بقوة سواء عن طريق الأم عن طريق الأب. فمشهد مليح مصطفى العريبي يضاف الى سلسله مشاهد قويه نشاهدها في البراني هذه السنه. وقد لاحظت كي كان يبكي عمر هنايا كان يبكي كالطفل الصغير يخشى يبكي هكذا ايوه باش ما يشوفوش الاب تاعو يشوف الطريقه تاعو يخجل من الدموع يخجل من الدموع لانه تعذب عندما كان صغير، ويبدو بحسب ما فهمت ان عمر هو يعني رباه السيد خضر ماهوش اخي مثلا لانه هو يقول له انت ماشي من العائله ماشي من العائله، ولكن شوف يتعامل معك اب حقيقي يعني طريقه الكلام تاعو كيف خرجوا عم تخرجوا من الحزن تاعو عم تردوا ليه يعني ابوه يعني شعور ابوه قوي جدا صح صح تنقلت في الحلقه الاولى هذه بعد اذنك قاده تفضل هذه اللقطه يعني من الامور الايجابيه اللي مطلوب من المشاهد انه يستشفها من هذه الاعمال كل الاعمال اللي تعرض في كل القنوات انه حتى الناس اللي دخلت لعالم الاجرام عندها تاريخ، المخرجين رغم مدونا تلميحات انهم جاوا من عائلات والظروف هي اللي تقدر تغير الانسان، طبعا الظروف ليست اطلاقا مبرر لدخول عالم الاجرام، لكن رانا نشوفوا انه كما نقولوا احنا بالعاميه يا حليل، بالاضافه الى عمل المخرج والاداء الرائع لمصطفى العريبي ما لازمش نسوا الاداء الرائع ايضا للفنان القدير ابو علام بناني اللي ادى دور جميل جدا في مسلسل براني ومثل الملايين تاع الاباء بالجزائر، تحيه كبيره له لانه صعب ابو علام بناني كان قادر يبان في شخصيه الواعد الناصح بصح هو عرف كيفاش يقدمها بطريقته. انا ما نقدرش ننساه في عمر قتلته هذاك احسن ادواره في حياته ميم مرزق علواش يطولون بالعمر الى 150 سنه ما نقدرش ننساه في عمر قتلته صح صح امبرسيونون صح 75 مسلسل دموع الولية شعل من حلقة على بالك نوميديا شعل من حلقة فيه ولا والله ما لباليش على ما أظن 23 أو 24 أوكي. حلقة دوك بالك نسألوا عمر بهلول اللي بالك راهو يتبعنا أكيد راهو يتبعنا عمر بهلول يعطينا الجواب سؤال فقط تفضلي مازال مازال رانا عاد هنا سهرانين تسحروا الليلة هنا وي لازم نضحكوا شوية رانا القادة عندك بزاف سيريو بزاف نوميديا صارت لك تجربة مع وليد بوشباح والتجربة مع يحيى مزاحم والتجربة الأخيرة مع أول بصير ما نقولك شكون أنا نقولك من كل واحد واش خديتي واش بقالك اللي يبقالك باجاج بوغ لو فيتور مع كل واحد مع وليد بوشباح اللي نحييه بزاف إليتي أن بو تخي سيريو وكنت هذاك وين بديت وكاع يقول لي كيفاش ندير وكاع ولكن ما شفتش بزاف على واش تعلمت معاه حقيقة كان بزاف كونسونتري مع بيونا ومع كان مع محمد بوشاي باب دشرة مي ابخي لي مي سكو فوزيت ما كنزيد عليه باسكو انا دي فوا عندي سور جو عندي كذا فهمت زعما ليموسيون تاعي نزيد عليها بزاف ولا بالك نقص هكذا شويه منها تما هو يريقليني مزاحم سي تو افي اوت شوز مزاحم شغل هذاك اي تو في كونفيونس ويقول لك ما نقول له ايه هكا يقول لي نبدلوا السيناريو نديروا هكا شغل مزاحم تحسيه خوك شغل تعرفيه من بكري انا مزاحم نحبه بزاف نجيب اول بصير عطاني كلش نجيب اول بصير قراني انا درت المسرح كي كنت صغيره ولكن عاود يعني ثلاث شهور هادو تاع دو بريباراسيون il m'a tout donné il parce qu'il a tout donné اسمح باسكو لا تو دوني الفيتون هذاك وكان مركز بزاف عليا فيك كان دور رائع دور بطوله وكاع الاخرين يعرفهم على بالو حسن كشاش واش يمد على بالو وليدي راني واش تمد راهم كبار في الفن وفي الدراما لكن انا كنت جديده تما انا كنت خايفه دونك الا فالو كي مديريجو مد لي بزاف سورتو نوميديا اون جو با لو ريزولتا دونك اشاك فوا لازم تروحي اون كريشندو نجيب وبصير جامي ننسى والحاجه اللي كان
نجيب دائما يقولها لك ويعاودها لك سيتي كوا اكد عليها ياكد لك عليها كاش كتضحكوا شويه هذه الاسئله الدراميه هذه يقول لي نو جو با لو ريزولتا لو ميدي مثلا ما تمديليش ليموشن دوكا استناي كي ندير كي نكادر عليك مدي لي ليموشن بدا ما تبكيش بتبكيش بتبكيش يعاود ومن بعد يجي يسي كلكان عنده واحد الانرجي في البلاطو دي فوا تاعي كاين دي رياليزاتور ما تحبش تخدم معاهم باسكو يعيطوا بزاف تقال ولا ولا يخمم على يخمم على ليماج اكثر من الممثل انا عندي سؤال ويتعاملوا مع نوميديا يتعامل يتعامل يعني بصح يديروا هذيك نوميديا الدلوعه حبيبي انا فيها شويه بصح انا ما كي ندلل يعني عندي هذاك الكاركتير تاع الدلوعه بصح ماشي ثقيله بزاف تما شوي بلوس دون لا بوزيتيفيتي او كونترير نجيب دي غاتو للتورناج نعطي لهم كاع دي غاتو نشربوا كاع كازوز نقعدوا شويه ندوز عليهم علاش باسكو هما الصح ليكيب تكنيك هما الصح ما كانوش يعرفوني بالك يخافوا يقول لك ما على باليش كيف دايره ولا بصح انا كاين الحق شغل ندخل ما هذه كنتو في لي كوليس دخلينا غير لي غاتو ولا خو داك في تورناج اكشن تبدو ها البكاء والنوع اه مسيو عامر عباك مسيو عامر بهلول سي كلكان دو تري جينيرو يعني على ذكر عامر بهلول وبعث لي قال لي 23 حلقه 23 حلقه شكرا لك كاين وحده ميكينغ اوب على 23 صافي نو 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 لو تورناج كان جات في اجواء هايلين كنت مريضه بزاف بزاف امامو لحقت مرض 40 دوغري جافي الكوفيد وما كانش على بالي ومزيه ما عديت حتى واحد يعني كي تعديت شويه بصح ما على بالهمش باللي عديتهم ولا حتى الابخي كنا نصوروا وكنت بهكا بلا بافيت نرقد يا تاع تاع السبيطار راقده هكا 40 دوغري يجيو دوني يغطوني هكا يحطوني ندير لا سيكونس تاعي يعاودوا يدوني ويديروا لي لا فورس نبكي يقول لي لا ما تبكيش دوكا بكيهم في وفري ايه نو سيتي انكرويابل كل رفدوني سي اون ايكيب اللي رفدتني وجامي راح ننساهم لي كسوا ليكيب تكنيك واش يبقى يبقى الذكريات الجميله ذكريات الجميله سي الفن انا سؤالي انا كيما شفناك دوكا في دور الدموع الوليه بطوله وش فور اكزامبل يزيدو يعطوك مسلسل ثاني وش حابه تمثلي ادوار ما على باليش على حسب الفيلينغ على حسب ما نقدرش حتى نحس هذاك نقرا ونحس باغ اكزامبل كيما هذا العام في واسمو في 11 كنت راح ندير 11 شنو الدور فاتن تاع سهيلة معلم لي اتقنته انا عجبني كيفاش سهيلة معلم رايت عايز تقن الدور تاعها شغل شفنا سهيلة دون دانوت كاركتير لوك واحد اخر سورتو لي كوستيم تاع 11 انا جي ادوري الاضاءه لو ستيليزم كومون كسي في شغل نتفليكس انا نكون غير يديروا على العام 11 تاع العام دونك كنت راح ندير فاتن ولكن شفت فيها هذيك ثاني نوع من المراه القويه ولا الناس يعرفوني اني قويه بصح كنت حابه يعرفوا ثاني الضعف هذاك كيفاش باش وليت قويه سي بور سا اللي خيرت مليكه ومليكه كان قريب على قلبي اكثر عندي سؤال واحد اخرى بعد رمضان انا بدات تجيك عروض بعد بعد هذا المسلسل لا بور لاستون مازال ما نكذبش عليك راني مع المسلسل ولكن عندي عروض عندي موسيقى من الجهه كنت راح نسالها سؤال اخير خلاص عاودي تحتفظي بيه تاع الموسيقى مش موسيقى لا لا نسالها سؤال ثاني اوكي تفضلي امينه توميديا شفناك في الغناء شفناك في التقديم وشفناك في التمثيل وين تحسي روحك اكثر في الغناء في الغناء نعم باسكو قلتيها لا غير بيناتكم سمعني في الغناء انا باسكو في الغناء جو سوي جو موتو ديريج جو سوي ميتر دو سكو جو في Si j'ai envie de chanter de la mélancolie, n'renéha. Si j'ai envie de chanter de la tristesse, de la joie, sur le lâche, le récit là, n'habta. Ou là, qu'une femme t'es loupée, c'est de la direction. Tu me laisses me dire que je t'ai dit, elle ne dit, ou laisse me dire ça, qui me laisse, ou qui laisse me lâcher, a dit que l'émotion, on t'a mal appelé que je t'arrache, t'as l'émotion qui. C'était très difficile. Mais il y a pas qu'il y avait une. Je fais une vidéo avec Lina, moi, récemment. Dernier jour, Lina. Lina, garde. Il y en a qui sont branchés. Hein. Eh, c'est ça un bon journaliste. C'est ça. D'ailleurs, on hélira, on hélira par le web. C'est un très très bon journaliste. Il a donné les informations. Est-ce que vous cherchez autre musique? Ah non, mais comment tu as tourné avec la crème? Ah, perfect. Ah non, mais je vais sortir, inshallah, prochainement. Surprise. Où tu as tourné avec NASA? ديو مع نازا ديو فكره مليحه لي اه درت ديو مع نازا هذاك اللي غني اللي غني لوان دو لو بال طون بور لو لوندما اي سي اون ايتي جوست لوان دو لا تعرفوها ولا اه شون بيزنس عرفتوها
تغني كل هو هساي كل خطره وكيفاش كاين ديفو نغني باللغه الفرنسيه بصح فيها اللمسه تاعي تاع الراي وتاع الجزائر وديفو فيها كلمات هكا الجزائر هذا رانا نشوفوا في تعلينا تاع جامي ينساك نسمعوا غير شويه منها انا جامي ينساك ديو ومليح اللباس الديكور اللي خيرتيه باش تصوري لازم نلحق التقاليد تاعنا الجزائريه الحنه والقفطان الجزائري وديك القعده والطربوش ولا ليزون يعني لا ليزون اللي كاين بين شغل حبيت هما يتبعوها بزاف اوروبيين حبيت يعرفوا يا خيطر حبيت يعرفوا ثاني علينا هذاك واش نسي ندير كيما نازا ثاني سي كاريمون ديفيرون سي الي من دول الافريقيه تاع التحت نسيت منين اسكو لا كوت ديفوار ولا افريقيه غربيه افريقيا الغرب ولكن سي تري ديفيرون مي دخل معايا في غنيه فيها لمسه تاع راي يعني il fait je fais découvrir اللمسات تاعنا والغنى تاعنا ولا شويه من اللباس التقليدي ايور دون دوتغ باي دون دوتغ كوان دو موند اللي ما يعرفوهمش كاع اي هاد لي هاد التناسق اللي كاين اي انكرويابل سي بوصا اللي نحب لي فيت هادو لي ديو البارح كان كاين نقاش كبير تاع فريده يتقاسي حول اللاز ولا بالفيو بزاف ناس علقوا علي قالوا لك تحملتي على اللاز لما قلتي بلي خدع ربيعه ما خدعش ربيعه لا قلتي ربيعه مسكينه مسكينه نو قلت ربيعه عوضها هذاش العام اللي فات حقرناها شويه قلنا بلي نكارت الخير نكارت العشره خيرت الماتيريال وخيرت حياتها المستقبليه وخلات العشره تاعها مع اللاز زعما نقولوا كبروا كيف كيف زعما باش يكملوها كيف كيف مي فينالمون قلت لكم اليوم شفناها كمان كان يسوق اون الموند دونك جو بونس كو لا بيل فيو راه تزيد بشويه شاك اني شوفوا بعض اللقطات اليوم فريده من اللاز افيك غون بليزيغ قاعده شوفوا من البطحه المشاهد تاع اليوم نعاودوا نرجعوا باش نختموا البرنامج واش صار في الحومه واش انت تجمعات غير الخير وين كنت اللاز علاه تحوس تفهم وين كنت كان عندي تما رونديفو مهم بونار صاحبنا وراجل وعنده كلمه قالنا العيد الكبير قرب جيبوا لك باش تاعكم بيعهم في البطحه بلا ما تخلصوا الكره هذا راجل ونص ولا واش قال رجلو راجل ونص و25 واللي ما جاوش على 21 ربحوا غير لعيب وباطل شابه واش تفهمنا نقلعوا هالبودره ونخدموا فيها فهمتوا علاش كل يوم نجي نتاكد بلي بلاصتي ماشي في الحومه هذه انايا باسكو ما جايكم مقدم ياو وانت رجلو اتفضل انت وخوك راك مطرود وبكل ادب واحترام طير منا وانتوما رفعت الجلسه هاي روح ترقدوا ويا ديتي تفاصوا حياتهم كاع انتوما راقدين نرقدوا ولي لعقلك ها وما كان نوصيكم على الطوموبيل راي في حمايتي لاز عندي سؤال صغير اجرب تفضل شكرا لاز هذه الطوموبيل سرقتها هذه سبحان الله تمشي وحدها ما فيهاش لومبرياج ماشي مانيال انتوما غير تاع مانيال مازال ما تعرفوش عمي برنو سك الطوموبيل اوتوماتيك مقبل شكد ها قربي ما سكتها ياو ابقاو تشوفوا كي المخلوعين ابقاو مدهو شبا قلت لك صامت ويسق ولا لا لا مستا تاع الصباح ويعيط هذا كاع انت 38 مره يا ربيعة ما يرقدش ما يرقدش سمحي لي حبيبه على بالي بلي صامت وما يسواش الله يعيشك حملي على عجلي شويه ريكوبيري الشاك وبلوكي وقتاش ريكوبيري الشاك يا لالا انا اليوم تفريها سين غدوه نبلوكي صح يا حبيبه كديري لي في السونتاج على بالك لو كان يفيق اللازم ولا غير يقتلني دري على القط يجي ينط ريلاكسي ريلاكسي حبيبه ديري الهوت بارلور وريبوندي له الله يعيشك هاي الو صباح الخير بونار حبيبه ان شاء الله ماكوش قلقتك انا عيسى ماشي صابط لا لا ما قلقتنيش عيط وقت ما حبيت ما نطولش عليك وبكل اختصار اليوم راني عرضك على بيتزا بالفريت بالمرقاز واش رايك بصح قول لي واش راك تخدم نخدم تما شيفور في شركه كبيره نسوق بيت المعلم على بالك شفالي هذاك السيد اللي حكيت لك عليه كان معايا في السبيطار هذاك هو ناس مليح مسكين وانسان شبعان والبركة عليك الله شوف بدك نسخ لك الحليب تشرب ما تحت تخدم ياك لا 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 ما تعبيش روحك باسكو اليوم الويكاند ما نخدمش اليوم نغسل برك الطوموبيل نقيها البطحة دائما ابطال البطحة ومجموعة بطولة جماعية ياسمين عبد المومن صح ياسمين عاودت عطات باللي الممثلات
ممكن يقدموا ادوار كوميديا بشكل مختلف. كما مينا لشطر هذا العام نشوفها في الدراما، نوميديا نشوفها في الدراما، ياسمين نشوفها في الكوميديا. هذو هما مليح تنوع. Elles ont pas peur d'être moches en fait. On a pas peur d'être moches. ما نخافوش نبانو ماشي شابين. ماشي ديالنا. كما في الدموع الاولية بدون مكياج كاع الحلقات ما عدا يوم الزفاف. لا ماشي الزفاف، لما استقبلت واستقبلت زوجها. كان ايديها واش يديروا الكحل تاع بكري نوشان نحييها سي تري تري بون ماكيوز لا تونيزيان. يدخل المقا تسمعي في حره نتاع حبك. حره ايوا شويه كحل والماجيك. شفتوا الماجيك تاع بكري الخضر لو ميور سي لو روج. ميم في الماكياج رحنا في ليزاني 90 بسبب التعنية تاع الماض. صح. نوميديا يعطيك الصحة اللي كنت معنا هذا المساء، فرحنا بك، أكيد جمهورك فرح بشافك. أجي أنا أنا ميتة بالجوع، شديناك ولا غير شديناك ساعتين لا ولا غير جازو. الجمهور تاعك أكيد كان حاب يعرف بزاف تفاصيل على دموع الأولية ويعرف تاني مشاريعك الفنية الجديدة. شخصيا نتمنى لك النجاح والتفوق. شكرا. شفتو كي قلت شخصيا سي تري جونتي ليك ولعائلتك، ونشوفوك دائما ماشي برك في رمضان وماشي برك في التمثيل، نشوفوك ناجحة في كل حياتك إن شاء الله يا وسعيدة لك بالمثل. شكرا. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة. بالك إلا بغيتي تقولي كلمة أخيرة. كلمة أخيرة يعطيكم الصحة. سيتي تري جونتي دو مافوار انفيتي. عجبني الكونسيبت تاعكم، فزات لي سول لي فا جو دي جي في باسكو حياديين وتعرفوا تهضروا. فزات دو تري تري بون جورناليست. يا أوسي أمينة كو جادور بوكو أنا جو لام و أنا تاني نحبك بزاف تو بيل وما تخافيش أهضري. نهضر أهضري. شكون اللي راه قال لك ما تهضريش؟ مش كيتلاش والله مش كيتلاش. فريدة راني شو I'm going to go to the house. ايضا فيصل بنت موت على الجزائر ولاني نحب يحبوا الجزائر كاع نحبهم. ميرسي بوكو. شكرا يعطيكم الصحه. نروحوا نصحروا. شكرا. سحركم. شكرتيهم كاع غير انا اللي ما شكرتهمش. مسيو انا جايتك مسيو قادة جو فينيغي باغ توا باسكو فوزيت ان سوبر كرون جورناليست. كنت نشوفك بيان افون ميم دا انا في لا تيليفزيون. لك كل الاحترام والتقدير. شكرا. احترام متبادل. شكرا. يعطيك الصحة. لانها شكرتكم ما كان لها نضيع الوقت نعاود نشوفكم. روحوا نتسحروا. روحوا نتسحروا. شكرا شروق.